متابعينا الكرام وانطلاقة شوطنا الثامن في مجموع الأشواط وشوطنا الثامن والخاص هنا بانطلاقة القعدان المهجنات الأصايل هنا بشعارات أبناء القبائل التي نتابعها هذه الانطلاقة وبهذه التحديات الصباحية الجميلة. نسير معكم للانطلاقة نسير هنا بتحديات نتابع مسيرة هذا الشوط هنا والصدارة والمقدمة والمركز الأول من غير على صدارة هذا الشوط المتحد وانطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هنا بشعاري وتحدياتي. إذن المتحد المنطلق لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة الاكتبي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني والقادم في هذه اللحظات القادم هنا والمنطلق في هذه اللحظات هنا على المركز الثاني بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات هنا يأتينا في هذه اللحظات نجد الخميس بن محمد بن خميس الكاسبي والمتسلل المتسلل قناد سالم بن فايل بن نقي العويسي من يأتينا هنا متسللا بهذه الانطلاقة. ومن الجانب الآخر هناك شعار عبيد بن سعيد بن منانة من يأتينا هنا أيضا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات متسللا هذه الانطلاقة هنا وتحديات هذا الشوط. بينما المركز الرابع المركز الرابع قلنا نجد المنطلق على المركز الرابع لخميس بن محمد بن خميس الكاسبي وعلى المركز الخامس وياتينا هنا في هذه اللحظات والمنطلق هنا نجد يحيى بن صغير بقنون بيرادة الاكتبي من ياتينا على المركز الخامس وسادس المراكز. هنا ياتي الرسم مبارك بن محمد بن حمد المري هنا على سادس المراكز. المركز السابع هنا ياتينا السيل هنا من ينطلق سيل بهذه الانطلاقه احمد بن عيلان بن بخيت بن كراز السبوسي القادم على المركز هنا السابع والمركز الثامن كفو عبد الله بن حمد بن حريز الحرسوسي من يقدمه على المركز الثامن والمركز التاسع. المركز التاسع والقادم هنا ايضا متعب صالح بن راشد بن محمد المنصوري من ياتينا في هذه اللحظات على المركز التاسع والمركز العاشر والمتسلل هناك الحاسم لزاهر بن فايل بن خريبيش العويسي. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا متواجدة لنا عودة إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والمتحد المتحد أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة لقتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني الشبابي من الجانب الثاني المنطلق بهذه الانطلاقة هنا والتحديات الجميلة هنا المركز الثاني الشبابي أحمد بن سالم مسطان الزرعي من يأتينا على المركز الثاني وعلى المركز الثالث الرسمي مبارك بن محمد بن حمد المري والمتسلل المتسلل هناك ناصي بدر بن علي بن خلفان الشامسي من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة الجميلة. والقادم هنا الفاتن سالم بن شخبوط بن سالم لوهيبي هنا من يأتينا في هذه اللحظات متسللا هنا أيضا بانطلاقته من الجانب الآخر والقادم والمتسلل على خامس المراكز والمنطلق هناك في هذه اللحظات
بهذه الانطلاقة والوصول هنا من الرسمي، هنا مبارك بن محمد بن حمد المري، وهناك ثمين لسالم بن نقاش بن محمد العامري، ياتينا هنا منطلقا للتحديات الجميلة. القادم هنا الدرع علي بن سالم بن خنيفر المالكي منطلقا هنا بهذه التحديات، وهناك نقد ايضا المتسلل نقد لخميس بن محمد بن خميس الكاسبي، من يقدم لنا نقد انطلاقتي. والقادم هنا ياتي الفنتير السالم بن سيف، هنا ايضا او سيف بن عتيق بن محمد العميمي، نعم ثم سالم بن سيف بن عتيق بن عمير العميمي القادم بهذه الانطلاقة. الله الله والتحديات، ونعود إلى الصدور وإلى المقدمة والكيلومتر الأخير والفاتن الفاتن الفاتن الفاتن. سالم بن شخبوط وسالم لوهيبي على الصدارة على المقدمة، الشبابي في المركز الثاني، الشبابي على المركز الثاني، أحمد بن سالم بن سلطان الزرعي من يأتينا على المركز الثاني، وناصي بدر بن علي بن خلفان الشامسي ثالثا، والمركز الرابع هنا ثمين سالم بن نقاش بن محمد العامري من يأتينا رابعا بهذه الانطلوق. الله الله والتحديات الأخيرة. والقادم متعب صالح بن راشد بن محمد المنصوري، هنا قادم في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة، ومن الجانب الآخر هناك المنطلق الدرع علي بن سالم بن خليفر، هنا أيضا المالكي، والقادم هنا شعار المالكي الذيب محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، والباسل راشد بن ناصر بن محمد بن شاب المري أودب. ولكن هنا التحديات الأخيرة. الله الله، هنا انطلق إذا متعب صالح بن راشد بن محمد المنصوري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ناصي يحاول هنا في اللحظات الأخيرة، ولكن متعب وناصي واللحظات الأخيرة، إذا متعب يهانينا وناموس صالح بن راشد بن محمد المنصوري المركز الثاني، ناصي بدر بن علي بن خلفان الشامسي المركز الثالث، وصل الدرع علي بن سالم بن خليفر المالكي، ويأتينا هنا الباسل راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري، وهناك شعار المالكي مع الذيب هنا محمد بن سلطان بن سعيد المالكي من حل على المركز الخامس. هذه هي النتيجة، نتابع هنا إذا متعب من أعلن الفوز وأعلن الناموس. تهانينا لهذا الفوز صالح بن راشد بن محمد المنصوري، والسلامات لأيضا الوثبة. 7 دقائق 36 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل ناصي، هنا قدم عرض الشكر عليه بدر بن علي بن خلفان الشامسي ب7 دقائق 38 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. وعلى المركز الثالث كانت الانطلاقات والتحديات من قبل الدرع علي بن سالم بن خنيفر المالكي من حل هنا ب7 دقائق. هنا أيضا ب7 دقائق 38 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.